مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتابعونا ويشوفوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. النهاردة عايزاكم تركزوا معايا قوي قوي قوي. هنتكلم النهاردة معاكم عن موضوع وهو أهم المواضيع، موضوع ليه تأثير في كل جوانب حياتنا. النهاردة هنتكلم عن الأخلاق، نقول كمان النهاردة هنتكلم عن الأخلاق. بتقولي إيه؟ هنتكلم عن الأخلاق. خلونا ندردش كده مع بعض شوية. كتير جدا من الناس وكتير جدا مننا احنا واحنا قاعدين كده مع بعض بنسأل، هي أخلاقنا الحلوة راحت فين؟ أخلاقنا الحلوة راحت فين في حياتنا؟ زي يعني فين مثلا احنا نحترم بعض، نسمع بعض. كنا زمان بنشوف على كراسة المدرسة إن الكبير بيعطف على الصغير والصغير لازم يحترم الكبير. كانت البنت زمان تمشي في الشارع مش خايفة ولا قلقانة من حاجة. ليه؟ لأنها ماشية في الشارع في ولاد الحارة أو ولاد الشارع أو جيرانها واقفين محدش يقدر يضايقها. كانت الأسرة الحلوة الجميلة المصرية ليها معاد كده جميل على الغدا بيتجمعوا فيه مع بعض يوم الجمعة بعد الصلاة. كان الأب ينزل يصلي صلاة الجمعة ويرجع كده الفول والطعمية والبصل والقعدة الحلوة، كل البيت قاعد بياكل. كان كل واحد قلبه على التاني واللي معاه يساعد اللي معهوش. كان في أخلاق كده معروفة بيها المصريين، يعني يقولك المصري الجدع، المصري الشهم، لا دي ست مصرية بميت راجل. كنا معروفين بالكرم والشهامة وحمية اللي هي أنا بقول عليها النخوة، نخوة ولاد البلد. وأقول إيه؟ أقول كمان الجيرة الحلوة، الجيرة الحلوة والبيبان المفتوحة على بعض وابن الجيران اللي كان بيخاف على بنت حتته وحاجات زي كده كتير قوي. وقد إيه الأخلاق الجميلة دي كانت محلية حياتنا وأيامنا. على فكرة الأخلاق مش اختيار، لازم كل واحد مننا يكون عنده أخلاق في تعاملاته. نربي ولادنا على الأخلاق دي زي ما احنا تربينا من أهالينا. وده كمان يعني أقول إيه، يعني حتى عندنا دين اسمه دين المعاملة، يعني وصتنا بيه كل الأديان السماوية. عشان كده النهاردة هنناقش النهاردة في حلقتنا إزاي نرجع الأخلاق الجميلة دي من تاني في حياتنا. طب وإيه الأسباب اللي خلتنا كده، اللي خلت الأخلاق دي تتراجع كده، اللي خلتنا وإحنا في أي قاعدة أقول لكم على حاجة، لو لقينا حد محترم في القعدة، يعني مثلا احنا قعدنا مثلا 5 6 قاعدين ففي واحد فيهم محترم، يعني ممكن أنا 6 قاعدة لقيه باصص في الأرض، أنا 6 بعرف إنه محترم من أخلاقه، من طريقة كلامه، من قعدته. فممكن بعد كده وأنا مثلا بتكلم مثلا حاضر هشوف لحضرتك، فبعد ما يمشي أقول إيه يا جماعة أنتوا خدتوا بالكم إن ده محترم قوي، بقى الحاجة الحلوة هي اللي ملفتة للنظر، مع ان زمان الحلو ده كان اللي هو العادي، اللي هو العادي ان يبقى محترمين والعادي ان يبقى البنت عندها حياء وكانت اي حد يقول لها كلمة ايه ده القمر ده انت حلوتي تلاقيها كسفت وشها احمر وبصت في الارض. فعوامل كتير قوي، سوشيال ميديا بقى، هل الناس بقت تجري ورا الفلوس اكتر، الناس بقت متطلعة اكتر، سيطرة الفكر المادي في حياتنا بقى ليها دور غريب، بقى ليها دور مفزع بيخوف، يعني مخيف بجد، يعني كله بيجري ورا المصلحة، ورا الفلوس، ورا يعني ساعات بندوس على أخلاقنا في سبيل إن أنا أوصل للشغلانة دي، في سبيل إن أنا أخد أكتر كم فلوس ممكن أقدر أطلعها. يعني أنا عايزة أحط إيدي النهاردة، إحنا ليه بنتراجع بأخلاقنا؟ هنعرف ده النهاردة وهنناقشه مع ضيفنا اللي هيكون معانا النهاردة في الاستوديو. هيكون معانا الكاتب الصحفي أحمد عباس. لكن قبل ما نتقابل مع الأستاذ أحمد، معانا تقرير صورته كاميرا يحكى أن مع الكاتبة الصحفية دينا توفيق. هنفهم منها أكتر شوية إزاي نرجع الأخلاق الجميلة دي تاني في حياتنا، وإيه اللي حصل في مجتمعنا اللي خلانا واللي خلى الأخلاق دي تتراجع. طب وإيه المطلوب من الصحافة والسوشيال ميديا عشان أخلاقنا دي ترجع تاني على الوش، على الوش ما تنزلش لتحت المية. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع مرة تانية لضيفنا في الاستوديو.
شايفة أن التغيير اللي حصل دلوقتي ده بسبب أن في السوشيال ميديا جزء، التربية، الأسرة، يعني في عوامل كتير ما نقدرش نقول حاجة واحدة. الأساس طبعا هي البيت، كله بياخد أي معلومة عن طريق السوشيال ميديا، وللأسف ساعات بتبقى حاجات مغلوطة. ده غير طبعا أن في غياب للقدوة، يعني بنشوف دلوقتي نماذج مش هي دي اللي المفروض يتعمل، نسلط الضوء عليها أو الإعلام يسلط الضوء عليها. المفروض نشوف نماذج تانية تبقى زي مثلا محمد صلاح، نشوف نماذج نحاول ان احنا نشجع الولاد انهم يبقوا يلعبوا رياضة، يعني نخلي دماغهم في حاجات تانية غير ان كل واحد يفضل ماسك التليفون واحنا مش عارفين بيتفرجوا على ايه او بيشوفوا ايه. القدوة ممكن يبقى مدرس في المدرسة، ابقى اتأثرت بيه، شايفة ان هو يعني حببني في المادة، ولقيت ان هو في حاجات كتير قوي يعني غيرت في شخصيتي. ممكن يبقى رياضي، لاعب كورة، برضو حقق حاجات زي ما قلت زي محمد صلاح، يبقى قدوة بالنسبة لي. ممكن يبقى عالم، يعني في قدوة ممكن تبقى في حياتنا كتير، بس المهم ان احنا يعني نحط عيننا صح. انا بربي ولادي، ما ينفعش اقول لهم ما تعملوش كذا ويلاقوني انا بعمل، لازم هما بيشوفوا مش بس بيسمعوا، هما بيشوفوا انا بتصرف ازاي وساعتها هيقلدوني. فممكن ابقى قدوه لاولادي، ابقى انا بلتزم بسلوكيات معينه، انا مثلا ما بكذبش، ما اقولوش ما تكذبش ويلاقيني انا بكذب. سواء الاب او الام او الاسره ممكن تسبب مرض نفسي للطفل في حاله ان انا مثلا بقارنه بطفل تاني. لازم ابقى يعني مؤمنه ان كل واحد ليه ميزه مش موجوده في غيره، او ان انا ما اخليهوش يعبر عن رايه، أفرض عليه رأيي، ما تناقش معاه. كل الحاجات دي ممكن تخلي الطفل ضعيف الشخصية، أو إن أنا مثلاً أقل منه قدام الناس. مفيش داعي للمسلسلات اللي كلها عنف، مفيش داعي إن إحنا نطلع حد كان في السوشيال ميديا مثلاً بقى ترند وهو عامل أي كلام ونروح مستضيفينه في برامج. ما كل الحاجات دي بتخليهم يبقوا عندهم حالة ارتباك، هو ده النموذج اللي المفروض أبقى زيه ولا إيه؟ ما يبقوش فاهمين هو إيه اللي بيحصل. فإحنا المفروض نسلط الضوء على النماذج اللي فعلاً تستحق إن إحنا نسلط الضوء عليها. المفروض إن إحنا ما نسيبش الولاد طول اليوم قاعدين على التليفونات والموبايلات، يعني والمفروض إن إحنا نتناقش معاهم، يعني شفتوا ايه بقى النهاردة؟ نحاول ان احنا مش كأني ام وبسأل عملت ايه، لا، يعني كنوع من ان احنا يا ترى في حاجة النهاردة لفتت نظرك، ايه اللي اتفرجتوا على ايه النهاردة، شفت الفيديو ده، نقعد نتناقش ونحاول ان انا اوريهم ان مثلا اللي اتفرجوا عليه ده ما كانش صح، او مش هو ده حاجة ما تستاهلش ان احنا نقعد نتفرج عليها ونضيع وقتنا، يعني ونشوف بدائل، نبدأ نسأل على بعض، نرفع تليفون ونكلم بعض بدل ما طول النهار الشات، ننزل نقابل بعض، نحاول ان احنا العادات والتقاليد بتاعت زمان والزيارات، الحاجات دي بتخلي النفوس تبقى صافية اكتر. نحاول نقعد مع اولادنا ونسمعهم، نقرب منهم أكتر، مش كل واحد في أوضة وقافل عليه وعايش في العالم الافتراضي بتاعه. يعني نحاول إن احنا نرجع الحاجات اللي كانت موجودة زمان، والتجمعات اللي في البيوت، الحاجات دي كلها هتخلي بالتدريج شوية بشوية كده الدنيا ترجع أحسن كده من الأول.
اهلا بكم معنا مشاهدينا مره تانية، ورجعنا لكم ومعانا ومنورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي احمد عباس. استاذ احمد ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ زينب. بص انا كنت هنبدا بسؤال تاني خالص. كويس. بس مع التقرير مع الاستاذه دينا قالت حاجه كده في التقرير انا هبدا بيها. ده خلاص يلا. اتفقنا يلا. ماشي. هي بتقول في التقرير ان احنا لازم نصاحب ولادنا ولازم يبقوا هم اصحابنا ونحاول. انا عارفه الجمله دي كويس قوي، وبتتقال بقالها سنين. صحيح. بس انا بقى من وجهه نظري كايمان، وصحح لي، قول لي انت غلط او انت صح. عادي انت عارفني صريح. طبعا. قول لي غلط جدا اقول لك تمام. يلا. انا من اول ما ابتدينا نقول نصاحب ولادنا واحنا كستات او ما اعرفش كرجاله عموما صاحبناهم غلط. يعني انا شايفه ان احنا صاحبناهم غلط وباظت العمليه. لا انا بقيت ام تمام بتخاف مني، ولا هي بقت البنوته اللي تقلق لو مامتها شافتها بتعمل حاجه غلط. كويس. يعني سبيلي مثال، اديك مثال وهسيبك تتكلم. بتلاقي اب قعد ابنه جنبه بيدخن. تمام. فانا بتخض اقول له طب ليه؟ قال لك لا هو يشرب معايا بس ما يشربش من ورايا. انا كده مصاحبه فيجي يحكي لي كل حاجه. انا بالنسبه لي اكس كبيره. ده غلط. بلاقي ام قاعده بتدخن في اي كافيه او في اي مكان وبنتها بتدخن زيها. صحيح. فببص بتخض اللي هو ايه بنتك 19 سنه، فاللي هو ازاي يعني انت ازاي تسمحي لها قاعده ازاي؟ يعني انا والله العظيم يا احمد ببقى ليه ازاي وازاي تبوظي دماغها كده؟ فتقول لي ايه، لا ما هي ايه كانت الاول بتقعد تكذب عشان تخرج في الكافيه مع اصحابها، بس دلوقتي هي قاعده معايا وقدام عيني. قدام عينك ايه؟ ايه يا شيخه ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فانا شايفه ان دي مش صحوبيه، انا شايفه ان انا ببوظ عيالي كده بالمنظر ده. طيب خلينا بس نصحح حاجه. مبدأ ان احنا نصاحب ولادنا ده مبدأ عظيم جدا، بس احنا بنعمله في ايه؟ احنا بنصاحبهم ازاي؟ يعني انا ما اظنش انه في صديق انا بحس ابني او بنتي على انه هو يصادقه او يصاحبه وهبقى شايف على الصديق دي ده حاجة مش مظبوطة. يعني لو شايف ان هو سلوكه مش قويم مش هقول لابني او بنتي صاحبه. فانا لو انا بحس ابني او بنتي على ان هو يصاحب الشخص اللي انا بعتبر انه سلوكه قويم وانه متربي في بيته بشكل جيد، فالاولى اني انا اكون لي هذا الصاحب. إذا قدرت أن أنا أكون لابني أو بنتي هذا الصاحب اللي سلوكه قويم، اللي سلوكه مهندم، اللي سلوكه مرتب، اللي عنده أخلاق، اللي بيسمعهم، اللي بيحتويهم، هيبقى المكسب كبير جدا، لأن هتضيفي هنا كمان الخبرة والحب الغير المشروط. يعني لو إحنا بنتكلم عن منطق الحب الغير المشروط ده، الحقيقة أنه الأب والأم هم أكتر شخصين هيحبوا، أكتر مصدر للحب في الدنيا. صحيح. وهو حب صادق جدا وما وراهوش منفعة. بالظبط. فلو قدرت اكون له صاحب بقى مع كل ده مع خبرتي كمان، فانا فدت وانا كمان استفدت ان انا عشت اللي فاضل من حياتي معاه حلو، عشت مع صاحب جديد، انا اللي كونت شخصيته، انا المتدخل في نشأته. ايوه بس ليها شروط. يعني انت يا احمد اوف اير قلت لي انا لغايه ما والدي توفى. أيوة. الله يرحمه. قلت لي انا ما بشربش سجاره قصاده. صحيح. ما حصلتش. يعني انا والدي توفى من فتره قريبه، من 3 شهور تقريبا. تعيشي ما افتكرش انه انا ولعت مره سيجاره وانا عندي 40 سنه. ما افتكرش ان انا ولعت سيجاره قدام يعني ابويا ولا شربت سجاير قدام ابويا، ولا ده كان حاجه وارده، وكنت دايما يعني استخبى منه حتى لو احنا في مكان عام علشان اشرب سيجاره. بس الحكايه هنا ليها علاقه كمان بتنشئتك انت لابنك. الحقيقه ان هو برضو من باب الصحوبيه هو عارف انك بتشرب سجاير، انما عمره ما احرجك. إذا احترمنا أولادنا وقومناهم وإحنا بنحترمهم، صدقيني هنطلع للمجتمع ده حاجة تانية خالص. ده يخليني بقى أرجع للسؤال الرئيسي للحلقة. هو أنا المفروض ينفع كمذيعة أسأل سؤال يعني إيه أخلاق؟ طبعا. ده السؤال بقى الأصلي. يعني خلينا دايما لما نعطل في أي مشكلة نردها لأصلها. إيه هو الأخلاق؟ إيه هي الأخلاق؟ الأخلاق دي مجموعة من القيم والمبادئ اصطلح عليها الناس وقالوا ان ده فعل خير وان ده فعل شر. وبعدين جات الأديان أكدتها، وبعدين الناس تعاملت بيها فوجدت منها الصالح واللي مش صالح، قومته بعد كده فبقى خلق قويم. تمام. كويس. هي دي الأخلاق. ازاي نتعامل مع بعض، سلوكياتنا في التعامل مع بعض دون ان نؤذي احد، ان نتنمر على احد، ان نقهر احد، ان 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 من ضمن كل يعني وحطي فيها كل المساوئ والمسالم.
احساس اللي هو انا بخرب بس يعني انا يعني الاحساس التخريب ده جاي له منين؟ جاي له من الفراغ. الفراغ طول ما هو برافو عليك ما عندوش عمل، ما عندوش حاجه يعني طول ما هو ما اتعلمش صنعه، ما اتعلمش حاجه. خدي بالك، ممكن نعلم الولد مزيكا ونعلمه رياضه ونعلمه صنعه ونعلمه، وانا بكلمك بقى من اول يعني الفئه الهاي كلاس اللي هي بتعلم في انديه وحاجات لحد الولد اللي بيروح يتعلم في صاله كمال اجسام وكلهم ابطال في مركز شباب. انا بقى عايزه الحته دي بالذات يا احمد اتكلم فيها، لان انت بتقول الرياضه والفراغ صحيح. دي مهمه جدا صحيح. انا حسيت ان ده البيت الصغير والبيت الكبير اللي هي الدوله صحيح. يعني يعني انا بحس بجد حقيقي سياده الرئيس مش ملاحق يعمل ايه ولا ايه للشباب صحيح. يعني انا مثلا كنت لسه في الفيوم، مراكز شباب شيك وملاعب كوره تحفه، نفس الحكايه في اسماعيليه، نفس الحكايه في اسكندريه. يعني اقصد يعني هو فعلا ابتدى يهتم بالموضوع ده من ساعه ما حس ان الشباب هم هي دي اللي هتقوم البلد حقيقي. طب انا كبيت صغير ان انا لازم اهتم ان بنتي يبقى ليها هوايه والولد هوايه صح. وفعلا الدوله عشان الدوله تبقى ماشيه في التراك المظبوط ابتدوا يهتموا بالرياضه حقيقي. وان لازم كل شاب يبقى عنده هوايه حقيقي. بس ساعات انت ممكن تبقى بتزق ابنك عشان يروح يلعب كوره او يبقى هو مش عايز. فانا عملت، انا كدوري كأم عملت اللي عليا. اوكي طب مش عايز نعمل ايه الخطه البديله؟ ما هي دي اقصر سكه. موضوع عملت اللي عليا ده اقصر سكه. يعني انا والله صراحه احنا بنريح نفسنا. انا جربت معاك وانت ما نصحتك ما تنصحتش كويس. ودي ما تجوز ابدا مع الاهل، ما تجوز مع الاسره. الاسره الحقيقه المفروض ان هي واجب من واجباتها ان هي تعرف ايه اللي الولد او البنت بيحبه. طب هو جرب الرسم ما حبوش، طب هو جرب المزيك ما حبهاش، طب هو جرب الكوره ما حبهاش، طب يلعب باسكت، طب يلعب بودي بيلدينج، يلعب كمال اجسام. المهم ان انا اشغل له وقته بايا كان ايه. خلي بالك هي برضو التربيه والتنشئه مساله متبادله جدا. زي ما الولد بيستفيد مني وانا وبيجرب معايا، انا كمان بجرب معاه. وكل مهما كان عندك عدد من الاولاد او الاطفال، انت كل واحد بتجربي معاه على حده، لانه كل واحد عنده شخصيته. فانت جزء من واجبات امومتك وجزء من واجبات الابوه ان انا اكتشف شخصيتك واكشفها ليك علشان انت تبقى عارف فين المواطن بتاعتك وانت تشتغل عليها. خلاص يبقى احنا رقم واحد حاله التخريب الداخليه نقدر نسدها بان احنا نسد الفراغ صحيح. خلاص صحيح. ننقل على اللي بعده. راحت فين النخوه؟ راحت فين النخوه؟ النخوه موجوده. انت مش ملاحظ ان الشباب صحيح. الرجاله صحيح. كده انا والشباب. انا معاكي. لكن النخوه برضو خلي بالك راحت فين، هي برضو تراجعت قدام التخريب. اصله التخريب ده رغبه في التخريب بشكل عام كويس، رغبه في تخريب الاخلاق احيانا، واحيانا تتورط فيها اللي بيدعوا ان هم دعاة تنوير، واللي بيدعوا ان هم دعاة تطوير، واللي بيدعوا وهكذا. احيانا نتورط في حاجات لا مثلا. لا انا عارفه يمكن اكتر الشباب متاثرين بالسوشيال ميديا جدا يعني جداً. انا بشوف الاغاني غريبه بكلمات غريبه ومعظم الكلمات الاغاني اللي هي مش كل الراب وحش بس، يعني مش كل مهرجانات وحش بس، في حاجات سيئه الجوده وسيئه المعنى وتعمل تلوث بصري وسمعي الصحاب الخاينين بقى والندله بقى والمعرفش اعمل ايه. تحس في اتيتيود غريب كده طالع من الاغاني من دي. هل ده اللي خرب دماغهم خلى الشاب ما فيهوش نخوه الرجوله؟ خلي بالك من حاجه، الشكل الفن ده خارج بعد سنين كتير من العشوائيات اللي الحمد لله مصر قضت عليها. ففي كمان للعشوائيات اخلاق. احنا عايشين نتاجها دلوقتي نتيجة التطوير اللي احنا بنعمله والتحسين ونقلة أهالينا اللي كانوا من سكان العشوائيات بالزبط. ده هيشوفوه ولادنا، احنا مش هنشوفه للأسف صح. إنما المرحلة اللي احنا فيها دي هي نتاج المرحلة السابقة اللي فاتت، أفرزت فنها وأفرزت رياضتها وأفرزت ثقافتها وأفرزت مفرداتها كمان. هي اختارت كل حاجة الحقيقة، واحنا تساهلنا كتير قدام ده. الجامع تساهل والكنيسة تراجعت والأسرة تراجعت والمسرح تراجع والفن، كل حاجة تراجعت قدام الموجة دي اللي هي كانت أقوى مننا الحقيقة. برافو عليك يا أحمد. أنا أول مرة كمذيع أسمع مصطلح دي نتيجة العشوائيات صحيح. يعني كنا بنشوف العشوائيات اللي هو الجريمة صحيح. القتل والتحرش والحاجات دي، لكن إن هو حتى الفن ان طبعا. ده نتاج العشوائيات دي طبعا. وحقيقي انت وانت بتقول انا سرحت معاك.
لان طريقه كلام مش بتاعتنا حقيقي. طريقه فن مزيكا بتاعت ناس واخده مخدر حقيقي. يعني الناس دي مش طبيعيه كده وفايقه. انواع مزيكا هي انواع مخدره اتصنفت على ان هي انواع مخدره، منها ما يربو لفكره المهرجانات يعني. وخليني برضو اقول لك حاجه هنا، انا ما بقلقش قوي من موضوع المهرجانات ده، لانه البلد دي عندها فن راسخ جدا جدا، فمهما كانت الموجه عاليه ومهما كان الصوت اعلى ومهما كان الخبط والرزع، الحقيقه انه بعد شويه لو انت احسنتي التنشئه في البيت وطلعتي الولد سليم والبنت عفيفه ومهذبه، الحقيقه ان هم بيرجعوا تاني للفن ده. الحقيقه ان هو بينبز لوحده كمان الشكل ده من شكل الفن العشوائي. يقعدوا في الاخر احنا قيمنا تقيلة. صحيح يعني. جدا جدا. لسه بنتكلم على أخلاقنا الحلوة، لسه بنتكلم على مبادرة الأخلاق الجميلة، وإحنا قلبا وقالبا مع هذه المبادرة اللي هو الله إيه الجمال ده. رجعنا نسمع تاني الأفلام الحلوة بتاعت زمان، رجعنا نسمع تاني مصطلحات ومفاهيم كنا وحشانا. عارفين الوحشه اللي هي الحاجات الحلوه دي اللي وحشانا قوي، وحشانا الحياء البنت، وحشنا نخوه الشاب، وحشنا خوف ابن الجيران على صحيح. جارته صحيح. وحشنا احترام الكبير صحيح. والاحتواء الصغير صحيح. يعني الحاجات الجميله دي صحيح. استاذ احمد كنت بتقولي على ان العشوائيات يمكن طلعت السلبيات، يعني احنا دلوقتي بننهي العشوائيات حقيقي. وسيادة الرئيس يعني بننهي كل المناطق العشوائية وخللهم فعلا حياة كريمة حقيقي. حياة كريمة، مدارس كريمة شكلها حلو وجميلة حقيقي. حضانات حلوة، أندية وملاعب، الحياة الكريمة كما حقيقي. يجب حقيقي. لكن أنا برضو أرجع تاني أقول لك إن الحارة المصرية كان نجيب محفوظ بقى وما نعدش كان بيطلع منها الحاجات الحلوة قوي حقيقي. يعني هل حقيقي. الحارة اتغيرت كمان يعني يبدو يعني العشوائيات دي لأن طالعة من الحارة يبدو برضو أنه العشوائية دي هي اللي طغت على سلوك الحارة لكن خليني أقول لك برضو أنت مهما منين ما هتمشي في مصر هتلاقي في حتة جدعنة يعني أنت بتسافري والناس اللي بتسافر مش كله بصراحة والناس اللي بتسافر بتشوف في موقف هيحصل لك هتقول ياه أنا لو كنت في مصر ما كانش ده حصل لي. ليه دلوقتي بقينا متطلعين زيادة؟ يعني الشاب زمان كان كل يجيب مثلا عربية 28 افتكرها دي أساس لأي شاب في مصر يبتدي الأول بعربية 28 بعد كده يفضل يتطلع بس إيه يقولك إيه بالعقل صحيح. التطلعاته كانت بالعقل اللي هو صحيح. كم سنة اشتغل فادفع قسط فجدد دي باللي أعلى منها نص صح. درجة فنص درجة مع نص درجة بكبر في الآخر 10 سنين 20 سنة درجتين ثلاثة لكن دلوقتي الشاب عايز يتخرج أبقى مدير شركة أبقى رجل أعمال ما حصلتش أنا هشتغل في البابلز فليه بابا بابلز ليه حبيبة تعمل إيه بالبابلز لا البابلز وتلاقي فيه كلام عجيب غريب صحيح. انت بتسمعه من الشباب انت فاهم انت بتقول ايه هو عايز يركب العربية اللامبورجيني معرفش عاملة ازاي وهو عنده لسه 25 سنة طبعا. والبنت نفس الحكاية حقيقي. تفتح السوشيال ميديا تلاقي الخاتم الألماز ما عارفش عامل ازاي طبعا. تلاقي العريس الأفلاطوني اللي جايب القصر على الجزيرة ما عارفش ايه فلانة النجمة اتجوزت رجل أعمال فلاني فجاب لها طيارة خاصة صح. مش لينا حبيبة قلبي الطيارات الخاصة دي يعني مش كلنا بيجيلنا طيارات خاصة حقيقي. تطلعات زيادة ما برضو ده يحبط خلي بالك المسألة يعني. طبعا المسألة ليها علاقة ببرضو خلق سيء جدا أصابنا الفترة الطويلة اللي فاتت الفهلاوة الفهلاوة أيوة. احنا اعتقد انه الشخصية المصرية أصيبت لفترات طويلة جدا بداء الفهلاوة كويس فانت علشان تيجي تغيري الفهلاوة دي دلوقتي ده موضوع زي ما حصل في 40 سنة مش هيخلص في سنة واثنين وثلاثة بس انت بتبدأي النهاردة مشروعك ويمتد معاكي اللي جه بقى دعم الفهلاوة ده الحقيقة هو السوشيال ميديا انت ببساطه بتتفرجي على العالم كله من التليفون وانت نايمه الانترنت موجود في اغلب البيوت المصريه واللي ما عندوش انترنت بيستلف ويشحن ودي مصيبه تانية الحقيقه يعني ابدا استلف عشان اشحن عشان اتفرج على النجمه اللي جوزها جاب لها طياره وهكذا زي ما انت بتقول الازمه هنا هي ازمه خواء مفيش حاجه جوه فانت بتمليها بحاجات تانية خالص بتمليها بحاجات من بره فما فيش حاجه
فده اللي بيتميل عينك، بتشوف الفنان الفلاني اللي هو بيغني وصدره مفتوح والممثلة اللي، مع كل الاحترام لكل الناس والله، يعني أنا هنا يعني ما بكترقش على مهنة بالتحديد، أنا بتكلم عن نماذج أخلاق. إحنا بنتكلم على الأخلاق الجديدة اللي دخلت في النهاية. يعني أنا فاكر مثلا أنه أول سيزن اتعرض فيه، أو هو السيزن الوحيد اللي اتعرض فيه، ضمير قبل حكمة. أول شوفي حتى اسم المسلسل، أيوة، ضمير. فتعودي تسمعي بالظبط، فتعودي تسمعي ونيس مزيكا للأستاذ عمر خير، تقعدي تتفرجي على الاستاذ جميل راتب، تقعدي تتفرجي على فاتن حمامه، تقعدي تتفرجي على حاجه، حتى لما البرومو بتاعها كان بيجي ضمير قبل حكمه، فانت بتوري الناس، تعودي عينهم على كلمه ضمير. في كلمات غابت عندنا يا ايمان، غابت تماما. انا لسه كنت بقول برضو من كام يوم ان مسلسل الاختيار، صحيح، وهذا المسلسل العظيم الرائع بكل تكويناته، باخراجه، بمزيكته، بابطاله، حقيقي يعني حقيقي حاجه رائعه. صحيح. مسلسل الاختيار رجع الاولاد تاني، صحيح، بدل ما كانوا رايحين للبابجي وان هم بيموتوا وبيكسروا، رجع تاني شايف الضابط المصري، وشايفين بقى الجانب الانساني. صحيح. ان هو بيطبطب على اولاده وبيربي ومراته، وقد ايه الناس دي يعني بيبقوا شهداء في سبيل البلد اللي عايش فيها دي. يعني ايه شهيد يا ماما؟ لقينا اطفال كتير ابتدوا يعني ايه شهيد. انا نفسي اطلع ضابط زي الضابط ده. أيوة. فمسلسل الاختيار، وايضا برضو شكر عظيم لشركه المتحده بتعمل حضرتك بتقول عليه ده، اللي هو بتستبدل القيم الوحشه بالقيم الحلوه. تعالى اديك انا المنتج الحلو، سيبك من ده اكسبايرد، ده بايظ، ما تخافيش بقى من اللي بايظ، طول ما انت عندك ماده تاني بالظبط، خلي الاثنين مع بعض وشوفي مين هيكسب. طب نطلع فاصل، يلا، ونرجع نكمل كلامنا. يلا خليكم معايا. المشكلة الأخلاق اتغيرت، لأن السن الصغير كله بقى متابع على السوشيال ميديا واللي بيحصل في السوشيال ميديا. في سوء أخلاق جامد جدا، مش هنرمي كل حاجة على السوشيال ميديا. أنا عامل البيت طبعا، وعامل التربية، وعامل الأسرة، وعامل المدرسة، حاجات كتير قوي بتأثر على المجتمع. يعني الأخلاقات دي قدرة بتختلف من شخص لآخر. الموضوع بيكون طالع من نابع من البيت، من الأسرة ومن التربية بتاعة الأسرة والأساس. السوشيال ميديا ما هي إلا حاجة بتوصلنا، بتساعد الناس ببعضها، وبتوصلنا وبتربط الدنيا ببعضها. تطور المجتمع، تطور الناس بالطبيعي، كل حاجة بتتغير. يعني ما انت عندك كل حاجة بتتغير. انت عندك التليفون زمان كان بالظبط، دلوقتي بقى تاتش. مع كل فترة زمن الوقت بيتغير فيها، الأخلاق بتتغير. الأول كان في أخلاق، في احترام للكبير، في حاجات كانت من يعني أجدادنا، وكان دايماً عندهم الحاجات دي وإحنا متربيين عليها. أصبحت دلوقتي لا، مش موجودة، معدومة. لازم نربي الأولاد على قيم ونعمل لهم حدود. الأصحاب طبعاً، أن أنا صاحب حد يفيدني. أخلاقيات بتبقى صحوة فكر وثقافات محددة بتيجي للإنسان على أي مرحلة عمرية، ممكن تيجي متقدمة وممكن تيجي متأخرة. والله إحنا مش هنزق الناس عشان تتعامل بأخلاق، رجع الأصول بتاع زمان هتلاقي الأخلاق رجعت زي زمان. هو بالتربية في البيت مثلا، يبقى الجين شوية نرجع له، لأن الجين دوت هو الأساس برضو. والمدارس يعني برضو يبقى فيها حتة التربية برضو والأخلاق وكده. اللي عايز بقى يربي من صغر العيل، من صغره يربي ابنه على أساس على الدين، على الأخلاق، على المبادئ، على القيم. اهلا بكم معنا مشاهدينا مره تانية، ورجعنا لكم ومعانا ومنورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي احمد عباس. استاذ احمد، مع طول الوقت ان الست تشتغل، وان المراه يبقى ليها دور في المجتمع، ماشي دورها في المجتمع على عيني وعلى راسي، بس انا نفسي تطلع البنات الجيل اللي جاي ده، لا انا لو لقيت راجل كويس محترم، شغلانه كويسه، وبيبقى عنده دخله الخاص، صحيح، وهو عايز يقعدني في البيت، مش يقعدني يعني انه يكبت رغباتي ولا انه يدمر مستقبلي. لو الراجل ده مش محتاج فلوسي، شغلي ان انا اساعد معاه، لا انا اقعد بقى. والرساله الاولاد دول
أنبل وأحلى وأطهر حقيقي. إن أنا بربي ولادي وبعدين والفضيلة والأخلاق صحيح. دي أكبر رسالة في العالم حقيقي. أنا شايفة كده حقيقي. يعني حقيقي. لا دكتورة ولا مهندسة ولا مذيعة ولا وزيرة ولا حاجة. طول الوقت ماسبيرو والتلفزيون المصري طبعا. بيرسخ القيم المصرية طبعا. بيرسخ طبعا. قيمنا بتاعت الأسرة المصرية بالقطع. الدين والأخلاق الدين والأخلاق. أنا لو هنتكلم على الدين والأخلاق عايزين 60 حلقة 6000 حلقة. طب خلينا نتكلم عن البيت علشان أي حاجة يعني الدين والأخلاق عادة ما بيتربوش غير في البيت من البداية. إنما في أزمة بس بتحصل هنا وهم الحقيقة الحكاية تتعلق بحالات الطلاق الكتيرة. لما الأبوين بينفصلوا حقيقة أن بالقطع الأسرة بتفقد يا الراجل يا الست. الحقيقة أن الاثنين مهمين جدا. الولد بيفقد منهم واحد يا بيفقد إحساسه بأنه مبسوط إنه برجولته وهكذا وبيشوف من أبوه وبيتعلم منه منطق الرجولة وبيتعلم منه النخوة وهكذا الحاجات اللي احنا مفتقدينها. يا بيفقد حضن أمه ودي مشكلة كبيرة. احنا بنتكلم عن 250,000 حالة طلاق سنويا وده رقم كبير جدا جدا. بالقطع الطفل بيفقد واحد. تعرف انا بشوف ازاي انا هكمل لا استنى انا بيعجبني فضلي. كلامك بس انا بشوفها ازاي في الطلاق ان الطفل بيفقد الاثنين. طبعا بيفقد الاب انه مش موجود ويفقد الام لان بتبقى هي متضايقه ونفسيتها متدمره طبعا. فما بيبقاش عندها النفسيه الحلوه ان تطبطب وتقول كلام حلو طبعا. فهو للاسف الطلاق بيبقى خراب من ناحيتين حقيقي بس حقيقي. والحقيقة أن اللي بيشيل النتيجة في الآخر خالص هو الطفل. علشان كده كل قوانين الطفل اللي صدرت في مصر أو صدرت في من الجهات الدولية والتشريعات اللي تخص الجهات الدولية في الشأن ده دايما بتقولك في لفظ كده يقولك إيه المصلحة الفضلة للطفل الفضلة مش المصلحة العليا. العليا دي للأب ولا الأم نو أنا لا عايز الأب ولا الأم أنا هنا بستهدف مصلحة الطفل في المصلحة الأفضل للطفل إيه القانون دايما يعني لازم يتجه ليها. خلينا طب احنا لو اتكلمنا هنا عن الاسر اللي بتنفصل وده يعني وده وارد جدا خلينا نتكلم بقى عن الاسر اللي بتكمل مع بعضها لكن الولد فيها والبنت بيعاني من حاله تجاهل. بابا بيشتغل طول اليوم ما بيسمعوش ماما بس يا واد وبس يا بنت وبتعمل الاكل وراجعه من شغلها لان هي امراه عامله وعايزه تكفي البيت مع جوزها وده جزء من المشاركه بالزبط. كمان ده سلوك الاطفال بيتعلموه لما بيكبروا ان ماما كانت بتشارك بابا وبابا كان بيشارك ماما. موضوع مش ملزمه ده موضوع خرب بيوت كتير وما على شكلته يعني كويس. فخلينا نتكلم عن انه الاب بيشتغل طول اليوم فهو راجع مرهق جدا ومنهج جدا ومش قادر يبص للولد يسمع منه النهارده حصلت ايه في المدرسه النهارده حد تنمر عليه النهارده هو اتعرض لضرب النهارده هو وقع فلقى ناس الاولاد بيضحكوا عليه وهكذا. فمشكله البيت حتى كمان بعض من بيوتنا انه الولد بيعاني من حاله تجاهل والبنت بتعاني من حاله تجاهل هي مش قادره تروح تقول لمامتها لان شايفه مامتها طول الوقت منزعجه وبتزعق وحاجات لانه الهوم ديوتيز اكبر بكتير من تحملها غصب عنهم عشان حرام طبعا. الاب كمان حاسه بالستات ما اقدرش اظلمها بس يعني هي بتبقى مضغوطه زياده صحيح. عن اللزوم بس لو هو مهتم بشغله وهي مهتمه بشغل البيت هما كمان واجب عليهم يهتموا بالولد ده علشان ده من شغلهم. نقول ايه للناس اللي معانا دلوقتي يعني في دقيقتين نقول لهم ربوا عيالكم احترموا ولادكم اسمعوا ولادكم عرفوهم انه في خير وشر وانه في ضمير حلال وحرام وفي حلال وحرام بالقطع وعرفوهم دينهم ابعدوا عن مدعين الدين عرفوا انه اصلا في سلوك بذيء جدا اسمه الادعاء عرفوا ان السوشيال ميديا دي دفعته دايما للادعاء ان هو يدعي ان هو احسن وان هو اكبر وان هو اقوى وان هو اعظم وان هو اصدق وان هو شخص بريليانت وشخص شايني جدا والعالم كله مستنيه وهو العاجة. علموا انه ده سلوك بذيء جدا. علموا انه يخاف على اخته ويخاف على مراته ويخاف على بنته ويخاف على امه ويخاف على المحيط كله. علموا ما يخربش علموا ما يكذبش. مفيش راجل بيكذب مفيش ست بتكذب. أنا ممكن أقعد أغرس في ابني من المحاسن يعني من هنا للسنة الجاية وأول ما يرن سماعة التليفون وأقول له مش موجود يفقدني للأبد. ما هو شافني بكذب وأنا قاعد عمال أقول له يا حبيبي ما تكذبش يا حبيبي خليك محترم يا حبيبي خليك مقدم وبعدين أول ما التليفون يرن يقول لي يا بابا عايزك أقول له لا أقول له مش موجود. أنا في اللحظة دي فقدت الولد أو البنت للأبد مش هستعيد ثقته تاني. خلونا نحترم بعض. خلي الأب والأم يحترموا بعض. خلي الأب والأم يحترموا الأولاد ويسمعوهم وإن شاء الله نتقابل والأسرة المصرية والأخلاق المصرية
احسن وارفع واسمى من كده بكتير، نستاهل كده. شكرا لك يا احمد، نورتني في يحكى لنا مشاهدينا. واخر كلمتين، انا عايزه اوجه كلامي للست اللي زي، عايزه اوجه كلامي للام والزوجه اللي قاعده بتتفرج عليا. نرجع تاني زي زمان، مش المشاكل اللي تخليكي تتحولي وتبقي شخصيه مش بتاعتك. كل ست جواها الام والبنت، يعني جواكي شخصيه صغننه عايزه تتدلع وتجري، وجواكي الامومه الاحتواء والطبطبه والحنيه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.